مشاهدينا بنرجع مرة تانية وبنتكلم عن تأسيس وفرش الشقق السكنية. الحقيقة يمكن معظم الوحدات السكنية خصوصا للشباب المقبلين حديثا على الزواج إلى حد ما بتبقى المساحات بتاعتها ضيقة شوية أو معقولة، ولكن بنحاول بقدر الإمكان برضو إن احنا نفرشها ونأسسها بأساس جميل ومريح ومش مكلف وفي لمسات فنية جميلة. وفي حاجات كتير بتبقى إضافات أو بتبقى زيادات ممكن ما يبقاش ليها لازمة، مش هي الأساس، ولكن النهارده هنعرف ازاي ناسس الشقه بتاعتنا بشكل سليم وجميل. وطبعا زي ما دايما بنقول وبناكد انه اهم حاجه في الحياه الزوجيه وفي السعاده بشكل عام هي المشاعر الطيبه والود والرحمه، وكل الامور الماديه دي يعني بتبقى مكملات ولكن مش هي الاساس على الاطلاق. عموما في هذا اللقاء بتسعدنا وبتشرفنا مهندسه الديكور المهندسه لمياء صلاح. اهلا بحضرتك معانا يا لمياء، شرفتينا ونورتينا. اهلا بيكي، انا مبسوطه ان معاكم قوي النهارده. احنا سعداء بوجودك معانا، وعايزين النهارده بقى نعرف معاكي ازاي نفرش الشقق بتاعتنا لو كانت ضيقه شويه او مساحتها صغيره بشكل سليم بشكل جميل في لمسات فنيه بسيطه وفي نفس الوقت ما تبقاش مكلفه. يا لمياء بعد اذنك قولي لنا كده بشكل عام. اوكي، انا اول حاجه هتكلم فيها قبل ما نفرش اي بيت لازم ناخد بالنا من كذا حاجه. اول حاجه المساحه، لو المساحه صغيره أيوة. لازم نقيس كل مثلا في الريسبشن، لازم نقيس مساحه الريسبشن بالظبط عشان نجيب قطع الاساس مناسبه مع الحجم اللي موجود مع المساحه اللي موجوده عندنا. تمام. احنا ايه مشاكلنا دايما ان احنا مثلا بنجيب مثلا اساس اكتر بكتير من اللي احنا محتاجينه في البيت نفسه. صحيح. فجزء من انك انت تحسي ان قاعده في البيت نفسه مرتاحه نفسيا. تمام. ان ما يبقاش فيه اساس كتير، يبقى فيه مساحه رؤيه كويسه. تاني حاجه بقى نوع الاساس اللي هنختاره، هنختار الاساس اي طراز بنشتغل فيه. اللي هو الكلاسيك المودرن مثلا، الكلاسيك الاساس الكلاسيك المعاصر مثلا. أيوه. ده بيحدد. وطبعا لو احنا عندنا مساحات صغيره يفضل دايما ما نستخدمش اللي هو الكلاسيك، لانه يعني في نوع من انواع الكلاسيك تقدري تستخدميه. أيوه. بس طبعا كل ما بتستخدمي الحاجات اللي هي الحاجات المودرن كل ما بيبقى يمكن احسن السامبل احسن البسيطه بالظبط عشان يعني بتبقى مريحه للعين اكتر. بس لو مثلا في حد عايز مثلا يستخدم عايز لا محتاج كلاسيك يبقى لازم ناخد بالنا من المقاسات بتاعتها جدا. تمام. عندنا حاجات بقى في البيت يا لمياء، وعايزين نقول دلوقتي لكل الشباب المقبلين على الزواج ان هي حاجات اضافات ممكن ما يكونش ليها لازمه، زي مثلا النيش اللي بيبقى فيه دايما الاطقم الغاليه اللي بنستعرض فيها، زي دولاب الفضيه، حاجات كده يعني ايه زيادات وتبقى مكلفه جدا لكن في نفس الوقت هي ملهاش يعني قيمه قوي في حياتنا العمليه. انا شايفه ان احنا فعلا محتاجين نكون عمليين اكتر، يعني لازم نغير تفكيرنا في الموضوع ده. يعني انا شايفه انه انا لو المساحه عندي اصلا ما تجيبش النيش يبقى ملهوش لازم ان اجيب النيش. يعني أيوه. حتى في التجهيزات البيت نفسها مش لازم ان انا اجيب اجيب اكتر من اللي انا محتاجاه. أيوه. يعني انا شايفه انه الصح دلوقتي نبتدي نجيب الحاجات اللي احنا محتاجينها بنستخدمها، وقت ما محتاجين حاجات تانية نبقى نجيبها، بس مش أيوه. كله نجيبه في الاخر ما بنلاقيش مكان نحطه، فبتحسي ان انت قاعده اصلا متضايقه، الحاجات اصلا مكان يعني حاجات كتير اكتر ومش عارفه تحطيها فين. أيوه. فلازم نغير الفكر ده. حتى مثلا في الصالونات، يعني مش لازم نبقى لازم تجيبي الطقم كامل، لا انت جيبي المساحه الطقم المناسب للمساحه. أيوه. عندك. صحيح. يعني مش لازم اللي هو لازم كنبه واربع فوتي وكده، لا ممكن تجيبي كنبه وكرسيين وبانكيت. أيوه. يعني الترابيزه مش لازم تكون الكبيره قوي، ممكن ترابيزه تكون صغيره. تاخد المقاس بالظبط اللي موجود. هو في النهايه احنا عايزين البيت ده بالنسبه لنا المكان اللي بعد ما نخلص شغل تعبانين نرتاح فيه، بنقضي فيه وقت طويل، فمحتاجين ان احنا نبقى قاعدين كمان مرتاحين ومبسوطين. يعني صحيح. يعني ده مهم جدا لازم نحطه في الاعتبار. يعني صحيح. وعمر ابدا ما هيكون تقييم العروسه يعني او الزوجه بالزبط. الشابه عمرنا ما هنقيمها بعدد الاطقم اللي هي جايباها ولا بطقم الصيني الغالي اللي هي جايباه، هي قيمتها طبعا في اخلاقها وفي تدينها وفي علمها وفي ثقافتها. يعني في بعض العرايس بيبقوا لا عايزين نجيب اطقم غاليه جدا علشان نبان بنتي بنت ناس دي. لا، يعني المفهوم ده خاطئ تماما، لازم نغيره. بالزبط. هي هتجيب الحاجات المناسبه العمليه اللي هتستعملها في حياتها. دي وجهه يعني. نظري بصراحه، ولازم فعلا نبتدي ان احنا نغير الفكر ده كله. يعني بصراحه صحيح. صحيح. طيب بالنسبه بقى زي ما بنقول الشقق السكنيه الصغيره بنبقى محتارين برضو
برضو يا لمياء ما بين الالوان الفاتحه اللي بتضفي على البيت يعني نوع من انواع الهدوء والراحه وكده، وبين برضو الالوان الغامقه شويه اللي هي تتحمل يعني بالزبط. لو بنتكلم في انتريه مثلا، بنتكلم بالزبط. في سجاجيد ستاير، دايما الالوان الغامقه شويه بتتحمل بالزبط. نعمل ايه؟ انا بالنسبه للبيوت يعني المساحات الصغيره يفضل دايما الالوان الفاتحه، سواء كان في ارضيات، في حيطان، حتى في الاساس نفسه بتاع البيت. أي. ممكن الغامق نستخدمه مثلا في خدوديات، ممكن لو عايزين سجاده مثلا، لو نفسنا في حاجه غامقه ممكن في السجاده مثلا. بس الغامق في المساحات الصغيره بتبقى بتضيق قوي المساحه نفسها. يعني دايما الدهانات يفضل الاوف وايت مثلا، الابيض، السجاجيد كلها تبقى، حتى لو الارضيات مثلا تبقى برضو فاتحه. يعني الاساس نفسه بتاع البيت برضو يفضل ان هو يكون فاتح، كقماشه نفسها بنستخدمها. انا عارفه طبعا انه في مشكله في الالوان الفاتحه طبعا عشان الاستهلاك، فاحنا لازم كمان نغير فكرنا في استخدام الحاجات الاساس العاديه في البيت. يعني ناخد بالنا جدا، لان طبعا الحاجه الفاتحه بتبقى سهل ان هي تتبهدل اكتر من الالوان الغامقه يعني. والمساحات الصغيره كمان، ويفضل كمان ان نزودها بالمرايات، يعني المرايات بتوسع جدا في المكان. تمام. يعني دايما لو حد، لو المكان ضيق يفضل يبقى فيه مثلا مرايه، مثلا مرايات، نستخدم مرايات كديكور كاكسسوارز، وفي نفس الوقت ان هي توسع معانا في المساحه نفسها. تمام. طيب عمليه الماتشنج برضو ما بين الدهانات زي ما قلتي وما بين الوان مثلا الانتريه مثلا او الوان كراسي السفره، هل تبقى نفس الالوان ولا مثلا لون غامق ولون فاتح؟ يعني دايما بنقول التضاد برضو بيدي شياكه شويه. طبعا انا ايه رايك في تنسيق الالوان هنا؟ انا بشوف ان تنسيق الالوان من اهم الحاجات، سواء كان ارضيات، دهانات او قماشه يعني. وطبعا انا من النوع ما بحبش انه البيت كله يتعمل بنفس القماشه، يعني بتحسي تقليدي قوي. هو الفكره انك ازاي تقدري تعملي تناغم وتناسق بين الالوان. صحيح. يعني مثلا انا لو استخدمت حاجه في الانتري مثلا ما ينفعش استخدمها نفسها في السفره بالظبط. ممكن اخد درجات متشابهه، ممكن مثلا لو انا، لو الكرسي مثلا بلون معين اخد منه مثلا فرع لون وتاني اعمله في يبقى فيه بس ماتشنج بينهم. لان اللون اللي كله شبه بعضه ده ما فيهوش اصلا فن. هو الفن اصلا في البيت ان ازاي تعرفي تعملي تناسق وتناغم في نفس الوقت تكوني قاعده مرتاحه. ايوه يعني صحيح. ده المهم يعني من عناصر الديكور كلها. تمام. طيب الاضاءه بقى، الاضاءه هنا يعني برضو الناس بتحتار ما بين الاضاءه البيضاء والاضاءه الصفراء شويه. بالزبط. ايه المناسب اكتر، ايه الابيض وايه الاصفر؟ ايه لو حد بيقرا كتير مثلا، لو حد بيشتغل لشغله في البيت يعني. قول لنا برضو توزيع الاضاءه ازاي ممكن. الاضاءه يكون مهمه قوي، كمان لازم نركز كمان على الاضاءه اللي هي الاضاءه الطبيعيه. يعني كل ما بيبقى فيه اضاءه، يعني دايما في ناس تقول لك الشبابيك مثلا لا نقفلها مثلا، مش لا الشباك مهم، الاضاءه الطبيعيه مهمه جدا لان هي بتغير كمان المزاج العام بتاعنا. ايوه. بالنسبه للاضاءه، لو حد مثلا بنتكلم على البيت يفضل اضاءه تكون قويه، عشان لان الاضاءه الضعيفه ساعات ما بتبقاش محتاجاها في كل الاوقات. يعني ممكن مثلا نحتاج الاباجورتين مثلا لو انت في وقت النوم مثلا. اما يفضل دايما في اضاءه قويه، لان الاضاءه الضعيفه ساعات بتعمل طاقه سلبيه في البيت نفسه. بالنسبه للاصفر والابيض دي على حسب انت بترتاحي في ايه اكتر. يعني في حد مثلا، ممكن في شخص يرتاح في الاضاءه البيضاء اكتر، وفي الصفر بتبقى هي وارم اكتر يعني كاضاءه، تدي نوع من الدفء شويه اكتر. بالظبط. بس في النهايه يفضل ان البيت لو في الاوقات العاديه يبقى في اضاءه قويه فيه. متهيألي الاضاءه الصفراء مش مناسبه لحد مثلا بيقرا كتير، بيكتب. لا مش لا بصراحه لا، يفضل ساعتها الاضاءه البيضاء اكتر. الاضاءه البيضاء اكتر للقراءه او للعمل لو في شغل يعني. مظبوط. ولازم مثلا يكون في اكسس زي الاباجورات مثلا، مش عايزه يبقى في، عايزه مثلا مود دلوقتي ان عايزه ريلاكسيشن اكتر. ممكن تستخدمي الاباجورات بس الاضاءه اللي هي بتاعتهم، هتحسي انت قاعده مرتاحه كمان. يعني كل اضاءه بتغير ليها مود معين، والافضل يبقى في توزيع للكهرباء متهيألي يا لمياء، وكل اضاءه تكون مثلا بمفتاح لوحدها، بحيث لو هنشغل اضاءه بسيطه مش محتاجين بالزبط. خلاص ننور الباقي دلوقتي كل الوقت كده. القراءه هو اللي احنا ننور النور الابيض، يعني على اساس ان احنا يبقى في ترشيد برضو لاستهلاك مظبوط. الكهرباء. مظبوط. وعشان تقدري تستخدمي كل اضاءه يعني بالظبط، عشان يبقى في ترشيد وفي نفس الوقت يعني عايزه تستخدمي اضاءه في المكان ده يبقى هي الاضاءه دي بس، ما تضطريش تفتحي المكان كله. صحيح صحيح. فدي فعلا مهمه قوي يعني بصراحه. تمام. طيب لو اتكلمنا بقى على اوض النوم بالنسبه للكبار او بالنسبه للاطفال، برضو محتاجين انها يكون الفرش بتاعها عملي اهم حاجه، ويكون مريح، مهم جدا الراحه النفسيه، لان دي دايما اللي هو بيتنا اللي احنا بنرتاح فيه يعني. اكيد طبعا. وغرفه الاطفال لازم نحط في الاعتبار الالوان اللي بنستخدمها. يعني دايما هتلاقي غرفه الاطفال هتلاقي فيه مثلا اللون الاصفر، اللون الازرق. تمام. اللون الاخضر. على فكره الالوان ليها تاثير سيكولوجي على نفسيتنا وعلى الطفل. يعني ممكن اللون الاصفر بيديكي احساس بالتفاؤل، بالسعاده. اللون الاخضر مثلا بينشط عندك الذاكره، فدايما هتلاقي الالوان
الالوان الازرق مثلا، اللون الازرق البلو لايت بيديكي احساس بالهدوء، لانه لون البحر ولون السماء. فالالوان دي لازم ناخدها في اعتبار بالذات في غرف الاطفال، لان هي ليها تاثير، يعني ممكن تخليه يقعد اصلا في الاوضه بتاعته فتره اطول لو لقى ان الالوان هو مرتاح فيها. فعشان كده دايما اختياراتنا في الالوان الاطفال بتبقى ليها ولازم تكون غرفه الاطفال كمان تكون عمليه. يعني دي أهم حاجة. مهم قوي انك تقدري تحط فيها كل حاجه بتاعته في نفس الوقت، ما تبقى محافظه، يعني تبقى عمليه في كل حاجه. يعني ممكن السرير مثلا تبقى زي كنبه في نفس الوقت فاتح سرير، ممكن مثلا الدولاب ممكن حتى تحطي سرير وراه مثلا دولاب، بتتعمل بطريقه معينه بحيث انك تقدري تستخدمي تو اوبشن في نفس المكان نفسه. تمام. طيب ننتقل لغرف الكبار بقى برضو. يا لمياء، وهنا برضو بيبقى برضو في تردد. لو حد بيحب لون معين مثلا، حد بيحب اللون الروز مثلا او درجات الكشمير البيجات، هل يعمل الحاجه اللي هو بيحبها، ولا زي ما انت بتقولي في الوان ليها تاثير ايجابي، لا خلي بالك ده اللون ده جميل مهم ان هو يكون في الاوضه، لا اللون ده هيديك طاقه ايجابيه. يعني هنا المعادله دي نحققها ازاي؟ هو في الاخر حتى لو انا عاجبني لون معين مش مناسب، ممكن استخدمه في اكسسوارز، استخدمه في مفرش، استخدمه في حاجات محدده، بس ما اقدرش مثلا لون غامق قوي استخدمه في اوضه مثلا بنام فيها على طول، هتديني طاقه سلبيه. يعني لازم اخد بالي في واي لون انا هستخدمه، لان مثلا لو اوضه زي ما حضرتك بتقولي المساحه صغيره واستخدمت مثلا لون غامق هيضيق الاوضه، ففي الاخر انا مش مرتاحه. فلو حد بيحب مثلا زي مثلا في حد بيحب لون النبيتي، لو دهنت الاوضه كلها نبيتي هتبقي مش مبسوطه، مع ان اللون الاحمر الالوان النبيتي الالوان دي كلها بتزود العاطفه، بيبقى ليها تاثير حلو على الواحد. بس انا في الحاله دي ممكن استخدمها في مفرش السرير مثلا، استخدمها في اكسسوارات بحطها، والبيز كله ممكن استخدمه الوان الفاتحه مثلا. اكيد بقى حضرتك كمهندسه ديكور دارسه الالوان وتاثيرها على الحاله النفسيه، علشان تقدري وانت بتصممي ديكورات معينه تبقي عارفه الالوان دي وتاثيراتها ايه على الحاله النفسيه بالظبط. هي مهمه جدا، لان في الاخر الناس مش متخيله قد ايه الالوان والديكور بيفرق في نفسيته. يعني انا بشوف ان انا لو قاعده في البيت الالوان مضايقاني هبقى فعلا المود بتاعي متضايقه. تمام. فكل لون وليه تاثيره. يعني تمام. عموما لمياء، لقاء جميل جدا معاكي، وعرفنا معلومات كتيرة. كنا عايزين نتكلم على اللمسات الفنية رمضانية للبيت، بس معلش علشان وقتنا، بس اكيد ان شاء الله هتشرفينا مرات قادمة، لانه احنا بنستقبل شهر رمضان وعايزين لمسات فنية جميلة، بس نقدر برضو ناخد من الكلام ومن المعلومات اللي قلتيها لنا ونطبقها باذن الله. ان شاء الله. شكرا ليكي يا لمياء، شرفتينا ونورتينا. شكرا ليكي.